هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا أطفال، وانتم كذلك راكم تشوفوا فينا. إلا حبيتوا تجوا تحضروا مع عمو يزيد ما عليكم إلا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة. أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم، هو اليوم العالمي للتسامح. يجب أن نكون متسامحين يا أطفال. سلام عليكم بتحية الإسلام، تحيوا بربكم وعليكم السلام. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. نحن في نفس التوقيت على نفس القناة الأسبوع المقبل. سلام، نحبكم يا أطفال. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا له هيا.